هذه كلها حظوظ، ولكن من حظوظ الدنيا ولا حسد فيها. المحظوظ الذي يعلم أن من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه ويقرأها. المحظوظ الذي يعلم أن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ويقرأها. المحظوظ الذي يعلم أن من قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح ولا يقربنه الشيطان. المحظوظ الذي يعلم أن قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعدل ختم القرآن الكريم ويقرأها. المحظوظ الذي يعلم أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ويقول ذلك. المحظوظ الذي يعلم أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس ويقول. المحظوظ الذي يعلم أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يقولها 10 مرات بعد صلاة المغرب و10 مرات بعد صلاة الفجر قبل أن يغير جلسته، تعدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام ويقول ذلك. المحظوظ الذي يعلم أن من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويقولها. المحظوظ الذي يعلم أن اليوم والليلة 24 ساعة ويستطيع أن يقرأ جزءا من القرآن وهو لا يستغرق 20 دقيقة تقريبا. المحظوظ الذي يعلم أن وقت الضحى يقارب 6 ساعات ويستطيع أن يصلي فيها 2 ركعات وهي لا تستغرق 5 دقائق. المحظوظ الذي يعلم أن الليل ما يقارب 11 ساعة وهو يستطيع أن يصلي الوتر 1 ركعة ربما لا تستغرق 3 دقائق تقريبا ويصليها. المحظوظ الذي يعلم أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ويقول ذلك.